المرمى عبروس، يعني كنا عملنا على هاد الشهادة، قلنا إلى نروحوا لضربات الجزاء ماذا بنا ثم من لا يدخل، لأنه يعني حضرناه كما لازم الحال. هاد الشيء يعني المدرب تاعو هو اللي طلب باش يكون هاد الشهادة، وحنا كان التغيير يعني في آخر المباراة. الحاجة الأولى الحمد لله، يعني لو تكلموا على المباراة كانت صعيبة بالنسبة لنا، نظن من الناحية البدنية كنا عانينا نوعا ما. يخفاكمش انه درنا يعني سفرية من بسكرة تيزي وزو يعني الأسبوع الماضي، حاولنا باش نسترجعوا، بالك ما استرجعناش كما لازم الحال. اليوم كما شفتوا بالك حاولنا ندافعوا مليح، لحقنا وين سجلنا هدفين، كنا يعني نوعا ما يعني متفوقين، عاودنا تلقينا هدفين تاع اللي عدلوا بهم النتيجة.